الزي التقليدي، إرث قطري يتميز به أهالي الجزيرة عن غيرهم من أبناء المحافظات اليمنية، ويمنحهم خصوصية ثقافية متفردة. فالمجتمع قطري يتميز بكثير من الألبسة القديمة التي يرتديها الجميع رجالاً ونساء. ويعتبر الزي التقليدي قطري فريداً بألوانه المثيرة للدهشة، ومعبراً عن ذائقة وجمال وأصالة هذا المجتمع. واللباس قطري التقليدي القديم سواء للذكور أو الإناث لا يزال يستخدم في بعض المناسبات والأفراح والفعاليات الثقافية والتاريخية حتى يومنا هذا. ولا تزال العديد من النساء في جزيرة سقطرى يمارسن مهنة خياطة الملابس التقليدية، وهي مهنة لكسب لقمة العيش، وفي الوقت ذاته محافظة على التراث السقطري العريق. وخدم معانا كثير طعام وعطاكم وسلم من عندي، وهذا بقيت نفسي إذا كان شيء مناسب استعد نعد مع راس أو تنع مهرجان أصلح نفسي، جبت نفسي خليت نفسي واحد التوب واحد المقرمة مش أنا يشل فيها ولبس فيه. ومن ملابس النساء في سقطرى ما يسمى كنيكي، وهو ثوب أسود خفيف تستخدمه النساء خاصة في أوقات العمل في السقي وغير ذلك من الأعمال. وهناك أيضا الخلاق، وهو ثوب عادي متعدد الألوان يترك فيه من الخلف ذيل طويل تلفه المرأة مرة ثانية من الأمام من منطقة السرة إلى الأسفل، وتمكنه وسطها بسلسلة من حديد في حلقاتها ببعض المفاتيح، ويكون مزينا بالتالي الفضي في منطقة الصدر والذيل. وهناك ثوب آخر للنساء في الجزيرة يسمى صيحوتي أو رنجين، وهو ثوب عادي الماركة والجودة، لونه يميل إلى الأزرق، يعد أغلى ثوب تستخدمه النساء في الأعراس والحفلات، ولا يوجد إلا عند البعض منهن، وهو غالي الثمن.